السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله يا رب يكون كل الأصدقاء والمتابعين معانا في أفضل الأحوال، ويكون نحل الجميع يا رب في أفضل حال، اللهم آمين. إن شاء الرحمن هنتحدث اليوم بتاريخ 16 من شهر أغسطس لسنة 2023 عن موضوع نقدر نقول ربما فيه فئة كبيرة من النحالين مهتمة بالموضوع ده، وهو الخلايا الضعيفة والخلايا القوية. طبعا نتمنى من الأخ النحال اللي متابع معانا يستمع ويركز في الكلام، تمام، يركز في الكلام يشوف ايه اللي هيناسبه يعمله، واللي أكيد مش هيناسبه في التوقيت الحالي فيما بعد يقدر يقوم بالعمل عليه، تمام. طبعا قبل ما نتوكل على بركة الله في الحديث في الفيديو ده، نتمنى طبعا من الأعضاء الجدد واللي منضمين معانا جدد الاشتراك في القناة، لعل إن شاء الله أي فيديو يتم نشره يوصل للأخ معانا إشعار بإن تم نشر فيديو، تمام. الله يبارك في الجميع. بالنسبة للتوقيت اللي احنا فيه حاليا، نقدر نقول في بعض النحالين على اقتراب نقدر نقول من 40 يوم إن شاء الله أو أقل عندهم مواسم عسل. في بعض النحالين قدامه فترة كبيرة، في نحالين حاليا في مواسم عسل، تمام. طبعا احنا نحاول ندي كل واحد زي ما بيقولوا كده حقه او العمل اللي يقوم بيه، تمام. بالنسبة للنحال اللي هو بيجهز النحل بتاعه لموسم الخروب، سواء الاخوان اللي هم في شمال افريقيا او الاصدقاء اللي بتجهز نحلها لموسم السدر في منطقة الخليج، نقدر نقول في الخلايا دلوقتي نقدر نقول الله يبارك في الجميع مش كلها كثافة نحلية واحدة. الأخ النحال عنده خلية فيها 5 براويز، عنده خلية داخل المنحل فيها 7 براويز، عنده خلايا فيها 3 براويز، تمام. ربما يكون النحل متفاوت في الكثافة النحلية، فهل الأفضل أقوم بعملية توازي، تمام، للخلايا ديت أخليها كلها نقدر نقول نفس المستوى من الكثافة النحلية، أو نقدر نقول نقوم بعملية دعم للخلية الضعافة، خلايا الضعيفة ندعمها بحيث إن احنا نخش بيها الموسم، ولا نترك كل شيء زي ما هو؟ طبعا الكلام دوت موجه للي هم نقدر نقول عندهم موسم عسل بعد 40 يوم أو 50 يوم، تمام، اللي هي زي ما احنا ذكرناهم الأصدقاء في شمال أفريقيا موسم الخروب، والأصدقاء في الخليج موسم السدر. طبعا هنتحدث على اللي ما عندوش مواسم سدر هيعمل ايه، او اللي ما عندوش مواسم عسل هيعمل ايه، ولكن خلينا الحين نتكلم على اللي بيجهز نحله او بيجيش نحله لمواسم العسل. اول حاجه نتمنى الاخ يركز معايا، اولا اللي بيجهز نحله عشان خلاص بعد 45 يوم هيخش موسم، الافضل لو عندك مرعى غباري، اتمنى تخلي بالك لو عندك مرعى غباري موجود والنحل بيجيب ما شاء الله من المرعى الغباري ده كمية من حبوب اللقاح، وعندك الملكات منطلقة في وضع البيض، الأفضل إنك أنت تحاول تدعم الخلايا الضعيفة بحضنة مغلقة، تمام. طيب إزاي أدعم بحضنة مغلقة؟ هل أدعم بحضنة مغلقة فقط، ولا أدعم بحضنة مغلقة يغطيها نحل؟ يعني أنا دلوقتي عندي خلية 3 براويز، اديها برواز حضنة مغلقة بالنحل بتاعه ولا بدون نحل؟ طبعا الله يبارك في الاصدقاء واللي بيستمع معايا، الخلية 3 براويز لو انت هتحط لها برواز حضنة مغلقة وهي عندها القدرة ان هي تغطي البرواز ده لمثلا يوم او 2 او 3 لحد ما الحضنة دي تخرج، يكون افضل. ليه؟ لانك انت بمعنى اصح كده انت ما اثرتش على الخلية اللي فيها كثافة نحلية او اللي فيها نقدر نقول ما شاء الله قوية، تمام، انت اخدت منها فقط برواز حضنة، تمام. هي عندها طبعا القدرة، الخلية القوية دي او الخلية القوية عندها القدرة ان هي تعوض البرواز اللي انت اخدته منها، تمام، في خلال نقدر نقول ان شاء الله اسبوع تقوم بعملية ان هي تعوضه، لانك انت هتشيل برواز حضنة مغلقة من الخلية القوية، ومن ثم هتنزل لها برواز، لو النحل عندك بيقوم ببناء اساس شمعي هتنزل برواز اساس شمعي، ولو الخلايا عندك نقدر نقول في عملية بناء الاساس بطيئة هتنزل برواز نقدر نقول مبني جاهز، تمام. طبعا الكلام اللي انا اتحدث فيه ده في حالة ايه؟
في حالة إن أنا عندي مرعى غباري، تمام، عندي مرعى غباري أقوم بالعمل ده. طيب ما عنديش مرعى غباري، تمام، صحيح موجود عندي ما شاء الله، نقدر نقول حضنة في الخلايا، بس نقدر نقول المرعى ضعيف، أو نقدر نقول أنا بأدعم ببعض من العجائن. هل أقوم بعملية توازن الخلايا أو أقوم بعملية دعم للخلايا الضعيفة؟ لا، تمام. أتمنى تخلي بالك من الحديث اللي أنا أتحدث فيه عشان ما تعملش شيء خطأ. عندك نقدر نقول النشاط مش بالقوة، تمام، توقف، ما تقومش بمعنى أصح بدعم خلية ضعيفة ولا تاخد من خلية قوية حضنة. ليه؟ لأن نقدر نقول الدعم اللي أنت هتقدمه في وقت نقدر نقول ما فيهوش نشاط، أو ما فيهوش نقدر نقول انطلاقة، أو عندك بمعنى أصح شح، مش هتستفيد منه، تمام، مش هتستفيد منه. يبقى احنا دلوقتي شرط أساسي يكون عندك على الأقل مرعى غباري، تمام، لأن زي ما احنا قلنا هنشيل برواز حضنة مغلقة من الخلية القوية، هنعطيه لخلية مثلا 3 براويز أو 4 براويز، تمام. أصبح إن احنا دلوقتي أعطينا نقدر نقول دفعة للخلية الضعيفة تتقوى معانا، الخلية القوية مش هتتأثر، بل بالعكس أنا هضع عليها برواز مبني، أو إن أنا أضع فيها برواز أساس لو عندي النحل بيقوم ببناء شمع، تمام. طبعا زي ما احنا قلنا في حالة إن أنا عندي مرعى غباري، تمام. طيب في نقطة أخرى، طبعا الشح أنا ما أنصحش أحد بالموضوع ده. طب أنا قمت بعملية دعم اليوم بتاريخ 16 من شهر أغسطس، تمام، هل ممكن أقرر الدعم ده مرة تانية؟ هل ممكن أقرر الموضوع ده الأسبوع القادم؟ هل ممكن أقرره بعد 10 أيام، بعد 15 يوم؟ تمام، يفضل ما تقررش الموضوع دوت في خلال 20 يوم. طيب ليه؟ علشان ما تأثرش تأثير جذري، تمام، على الخلايا القوية، تمام. يعني خلية قوية عندي 9 براويز أو 8 براويز، أنا أخدت منها برواز حضنة، خلاص ما تفكرش تاخد كمان منها اسبوع او 10 ايام تاخد برواز تاني، كده انت هتأثر عليها، تمام. هو برواز واحد كافي، تمام. ممكن اقرر الموضوع ده تاني متى؟ ممكن اقرر الموضوع ده تاني نقدر نقول قبل دخولك الموسم، يكون مثلا مر في حدود 30 يوم 35 يوم، ما فيش مشكلة لو قمت بعملية تكرير لموضوع ان انا اخد دراويز حضنة من خلايا قوية وادعم بيها خلايا نقدر نقول 5 براويز، هيكون في التوقيت ده وصلت 5 براويز او وصلت 6 براويز. اولا الموضوع اللي انا بقوم بيه ده بيقلل من حدة التطريد بالنسبة للخلايا القوية. واحد بيستمع ليه يقول له هو في تطريد في الصيف؟ نعم، انا اتحدث على الاصدقاء اللي هم نقدر نقول هيجي عندهم انطلاقة، نقدر نقول ما شاء الله بعد نزول امطار في اماكن الخليج ومنطقة الخليج من امطار او ما شابه ذلك، هيجي عندهم نقدر نقول انطلاقة خريفية مبكرة، تمام. تاني شيء اللي عنده نقدر نقول مرعى غباري او حبوب لقاح بمعنى اصح في المرعى، نشاط من النحل وملكات في البيض، هو نقدر نقول 30 يوم الخلية ما شاء الله ال7 براويز، تمام، ممكن تطرب منه لو ما عملش توسع بصعود طابق تاني او عسلة. احنا بنتكلم على امر كنا شغالين فيه، صحيح ربما يكون درجات الحرارة هتأثر شوية ولكن تأثيرها مش هيكون جذري، تمام، حتى يكون بس الأخ المستمع عنده العلم. فأنا نقدر نقول الميزة اللي أنا بعملها ديت بقلل من حدة التطريد وفي نفس الوقت بقوم الخلايا الضعيفة اللي عندي. في ملحوظة مهمة جدا، إيه هي؟ أنا قمت بالدعم زي ما احنا قلنا الأسبوع ده اللي هو نقدر نقول 16 أغسطس أو 16 آب ل 2023. لما أجي مثلا إن شاء الرحمن في 10 9 او 10 سبتمبر، يعني بعد تقريبا شهر او اقل من شهر، هاجي طبعا اقدم دعم مره تانية، تمام، اقدم دعم مره تانية للخلايا نقدر نقول اللي هي هتكون متوسطه في الوقت ده، مش هتكون ضعيفه. لو لقيت ان في خلايا من اللي انا كنت دعمتها من قبل ما زال التطور فيها ضعيف، او التطور فيها نقدر نقول بصوره قليله او ضئيله، ما ادعمهاش مرة تانية. ليه ما ادعمهاش تانية مرة تانية؟ لان هيكون السبب على الاغلب بنسبة كبيرة هي الملكة بتاعتها الضعيفة، تمام. طيب لو لقيت في خلية انا كنت دعمتها من قبل كانت 3 براويز، خلية 3 براويز،
ودعمتها في الاسبوع ده، وما شاء الله على 10 سبتمبر لقيت الخليه دي وصلت معايا ما شاء الله 5 و6 براويز. اصبح ان هي استقبلت الدعم، انطلقت الملكه في وضع البيض، تمام، نقدر نقول ماشيه في الطريق الصحيح. يبقى في الحاله دي تقوم بعمليه دعم ليها مره تانيه، مفيش مشكله. يبقى انا ما ادعمش الخليه مرتين متتاليه، الفرق ما بين المره والمره زي ما احنا قلنا 25 يوم، الا في المره التانيه بالخصوص، الا في حاله ان الملكه يكون ماشيه معايا في التطور، ما تكونش ملكه ضعيفه. ملكه ضعيفه الدعم هيكون خساره معاها. تمام؟ طبعا احنا قلنا الكلام ده فيما يخص اللي عنده مرعى غباري. اللي عنده طبعا زي ما احنا قلنا ربما يكون مرعى متوسط، مرعى ضعيف، لا، ابقي كل شيء زي ما هو. تمام؟ ابقي القوي قوي وخلي الضعيف ضعيف. ليه؟ لانك القوي اللي انت هتشيل منه برواز حضنه انت هتاثر عليه. ليه؟ لان نقدر نقول عندك ضعف في المرعى، عندك شح في المرعى. تمام؟ تاني شيء، الخليه الضعيفه اللي انت هتديها حضنه مع الشح مش هتستفيد. الخليه مش هتستفيد. حلو الكلام ده؟ يبقى تنتظر بمعنى اصح. الله سبحانه وتعالى نقدر نقول اراد مثلا الله سبحانه وتعالى بعد اسبوع، بعد 10 ايام يبتدي المرعى يتحرك عندك. خلاص، اول ما المرعى يتحرك ويكون عندك نشاط تقدر تقوم بالعمل ده. تمام؟ طيب، هيجي واحد بيستمع ليه يقول لي انا نقدر نقول حاليا في موسم الاسل او في موسم الكينه، وقمت بعمليه جني العسل، قمت بعمليه جني العسل، وعندي خلايا متفاوته، خلايا ضعيفه، خلايا قويه، وعندي مرعى نقدر نقول ما شاء الله في القوه بتاعته. تمام؟ او نقدر نقول مرعى قوي كحبوب لقاح. تمام؟ هل اقدر اقوم بعمليه توازي بعد ما قمت بعمليه جني العسل او فرز العسل؟ نعم، توكل على بركه الله. تمام؟ طالما انت قمت بعمليه جني العسل او الموسم انتهى عندك، وعندك المرعى الغباري او المرعى من حبوب اللقاح شغال، قوم بعمليه الدعم او عمليه توازي في المنحل. تمام؟ بالمناسبه التوازي ده انت هتستفيد منه. صحيح انت الاخر، احنا طبعا هنتكلم على الفئه اللي هي نقدر نقول ما عندهاش بقى موسم، اللي هي بمعنى اصح الخريف هيجي عندها ما عندهاش مواسم عسل. انت هتستفيد من ايه؟ لما هتقوم بعمليه توازي دلوقتي لو انت عندك مرعى غباري، هتستفيد انك انت ممكن تقسم بعض الخلايا في الانطلاقه الخريفيه. طبعا لو الظروف عندك موجوده كمرعى وكنشاط. تمام؟ تاني شيء، الخلايا الضعيفه اللي انت بتدعمها دلوقتي او بتوازيها دلوقتي، هنقدر نقول تخش معاك الخريف بكثافه نحليه ممتازه، وحتى لو فيها مشكله في الملكه تقدر انك انت تغيرها مع بدايه الانطلاقه في الخريف. تمام؟ نتمنى الاصدقاء يكونوا وصل لهم الكلام او الحديث اللي احنا نتحدث فيه. تمام؟ طيب، في نقطه اخرى الله يبارك في الجميع ولابد الاشاره ليها. تمام؟ محدش من الاصدقاء اللي بيتابع معانا يقوم بعمليه تقسيم، تمام، مبكر الا لما الاجواء اول حاجه تتحسن من درجات حراره، تاني شيء يكون عنده الظروف ملائمه في المنحل بوجود ذكور ووجود مرعى. تمام؟ ومن ثم في الحاله دي تقدر انك انت تقسم. طبعا احنا بنتكلم على التقسيم مش في التوقيت الحالي، احنا بنتكلم مثلا منتصف شهر سبتمبر، يعني مثلا بعد تقريبا شهر. تمام؟ بعد شهر باذن الرحمن المرعى ابتدى يتحسن عندك، طبعا ما عندكش موسم عسل، عندك موسم عسل ممنوع تقسم. تمام؟ لما نتكلم الاصدقاء اللي عاوز يعمل توسع في الخلايا، اللي ما عندوش مواسم عسل، اللي عاوز يزيد من اعداد الخلايا قبل التشتيه. تمام؟ يبقى انت تنتظر الوقت المناسب، ومن ثم عاوز تقسم تتوكل على الله. انما هتقسم في توقيت من درجات حراره قويه زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، صدقني هتخسر تقسيمات، هتكذب عندك تقسيمات، هتخش في مشكله انت في غنى عنها. تمام؟ ناخد الكلام ده كله بعين الاعتبار الله يبارك في الجميع. تمام؟ نقطه اخرى لابد الاشاره ليها، وهي كل الاصدقاء اللي بيجهزوا نحلهم وبيجيش نحله في التوقيت الحالي استعدادا لمواسم العسل القادمه سواء في الخليج او في شمال افريقيا، توكل على الله كافح فروه.
ما زال التوقيت قدامك مناسب، تمام. عاوز تكافح الاسبوع دوت، ماشي. عاوز تكافح الاسبوع القادم، كافح. مع اول نزول لدرجة حرارة عندك، تمام، كافح، تمام. وتقدر تكافح مع وجود درجات الحرارة ديت ببعض المواد، نقدر نقول ما بتأثرش على النحل مع درجة حرارة. المهم انك انت تكافح. مش عاوزين نشوف الظاهرة للأسف اللي بنشوفها كل سنة، يجي الأخ في موسم الخروب، الأخت في موسم السدر، وتقول لك أنا عندي فروة في النحل، أعمل إيه؟ أكافح بإيه؟ أعمل إيه؟ تمام؟ عاوزين نخش الموسم وإحنا مطمئنين إن النحل خالي من الفروة، تمام؟ خالي من الفروة بمعنى إيه؟ بمعنى إن فيه فروة بس بأقل مستوى، تمام؟ ما أخشش نحل بالنحل موسم عسل ويكون الفروة فيه واصلة لمستوى 60 و70%، هنا مشكلة، هنا مشكلة بجد، صدقني هتأثر تأثير عليك أنت في جامع الرحيق، في جامع الرحيق هتأثر تأثير عليك، عكس لما يكون داخل مثلا بالنحل الموسم ونقدر نقول مستوى الفروة 1 2%، نقدر بمعنى أصح نتفادى الموضوع ده، تمام. نتمنى من الجميع أخذ الكلام ده بعين الاعتبار. نقطة أخرى إن شاء الرحمن بإذن الله أحاول أكون في الزيارة للمنحل بكرة أو إن شاء الله الأسبوع، بداية الأسبوع القادم، نصور فيديو إزاي النحال يسرع من وتيرة تجييش خلايا النحل بإذن الله، أتوقع يكون مهم جدا. طبعا كان تواصل معنا الأخ يحيى من سلطنة عمان وتكلم معنا في الموضوع ده، إن شاء الله نقوم بالعمل ده، تمام. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التيسير للجميع بإذن الله. الأسئلة اللي موجودة على القناة هيتم الرد عليها بإذن الله في فيديوهات أخرى. طبعا ربما أخ بيسأل سؤال ما يلاقيش أنا رديت عليه، يا أخي أنا بحاول آخد الأسئلة القديمة من البداية، آخد الأسئلة القديمة ومن ثم اللي بيسأل مرة أخرى باخد أسئلته، تمام. ولكن كن على ثقة، سؤالك طالما أنت سألته في القناة أو سألته في الفيديو، الإجابة هتجيلك في فيديوهات من اللي بيتم الرد عليه. بس بنحاول برضه نقول بعض النصائح في مواضيع ربما تهم النحال، تمام. طبعا لو في اي اصدقاء بيتابع معانا عندهم بعض المواضيع او بعض الاقتراحات لمواضيع ربما يكون شايفينها مهمة في التوقيت الحالي، اتمنى طرحها ويتم العمل عليها باذن الله تعالى. نسأل الله يا رب التيسير للجميع، اللهم امين. ونسأل الله يا رب الخير لكل الاصدقاء. ملحوظة قبل انهاء الفيديو، نتمنى من الجميع يكون مظلل على المناحل بتاعته بصورة كافية، توفير مية شرب داخل المنحل حتى نقدر نقول نعبر من الموجة الحارة اللي احنا موجودين فيها حاليا بأقل الخسائر. مشكورين شكرا جزيلا.